منذ إطلاق وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، فإن قطار المبادرة لم يتوقف، وعلى مدار سنوات ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالنجاح الذي حققته في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة، بخاصة في المناسبات والأعياد، وأصبح المواطنون يثقون في تخفيضاتها وفي سلعها. الاسعار نزلت كويس جدا، عملت معانا فرق، هي فرقت معانا كتير بالنسبه للاسعار بره. خصومات جوه 50% و60%، الدنيا كويسه وجميله والاسعار جميله، اسعار مناسبه للجميع. انا جاي مخصوص هنا في امان عشان خاطر مبادره كلنا واحد، كلنا واحد واسره واحده، وربنا يخلي فيك. اشكر الريس ان هو يعني ريحنا ومش مخلينا عايزين اي حاجه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فقد وفرت احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%. تلك المرحلة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك، ومع نجاحها وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم مد فترة المبادرة للمرة الثانية لتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. المبادرة في مرحلتها 22 يشارك فيها قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، تتوافر فيها كافة أنواع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إضافة إلى المنافذ والسرادقات بالشوارع الرئيسية والميادين، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنون من الوصول إليها. وكذلك وفرت الوزارة قوافل من السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً والتي لا تتوافر فيها السلاسل التجارية. كما تقرر استمرار منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الحالي. زيادة كبيرة في حجم السلع المعروضة في إطار المبادرة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة في التخفيضات، وإقبال كبير من المواطنين على توفير احتياجاتهم من كافة أنواع السلع منذ انطلاق المرحلة 22 من المبادرة في 15 من شهر مارس الماضي. ومع مدها تتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات في شراء احتياجاتهم المختلفة.